صحة الإنسان ليست مسؤولية سهلة، إنها مهمة مقدسة أن تعين إنساناً ليتغلب على ألامه وأن تضمن سلامته وتوفر له الرعاية الطبية اللازمة. مستشفى آزاد 20 عاما، وما يزال هذا الصرح الطبي والصحي واحدا من أهم وأوائل المستشفيات الأهلية الرائدة في اليمن، حيث يجد فيه المرضى الرعاية والخدمة الطبية المتكاملة. فمنذ عام 1996 ومستشفى آزاد اسم يصنع حضوره بقوة من خلال خدمات صحية وعلاجية متميزة. يعتبر مستشفى آزال المستشفى الخاص الأول في اليمن من حيث التأسيس، فقد تأسس في العام 1996 ميلادية، وصمم المستشفى وفق معايير عالمية من حيث البناء، فقد تم تخصيص الدور الأرضي بالكامل كمركز للحالات الطارئة والحرجة، وحيث يضم القسم أقسام الطوارئ، غرفة العمليات، العناية المركزة، أقسام الأشعة المختلفة، المختبرات التابعة له. يتميز مستشفى آزال على وجه الخصوص في مجال الأمراض المستعصية والمزمنة، والأمراض التي بدأت بالانتشار وأصبحت نسبتها تتزايد بشكل سريع وباتت تشكل تهديدا للمجتمع إن لم تتلافى بالتشخيص السليم والدواء النافع. قسم العظام واحد من أهم الأقسام المتميزة والمجهزة بأحدث التجهيزات والمعدات. استكمال لسياسة مجلس الإدارة فيما يخص تجهيز وترتيب مراكز تخصصية على مستوى عالي في تقديم الخدمة لمرضى المستشفى آزال، قام مجلس الإدارة في تجهيز مركز العظام على أحدث التجهيزات فيما يخص الأجهزة والمستلزمات الطبية. أيضا بالنسبة للكادر كان هناك اتفاق كبير مع الدكتور عادل سيف اللي هو يعتبر استشاري في جراحة العظام والتبديل المفاصل، وتم التواصل معه وكان هو يعمل في جمهورية المجر وآثر على نفسه أن يعمل لدينا في مستشفى آزال. بالنسبة لجراحة العظام في مستشفى آزال تجرى العديد من العمليات النادرة من كسور مختلفة، مثلا نقوم في الحوادث بإجراء العديد من تثبيت الكسور بواسطة جراحة حديثة عن طريق استخدام المسامير النخاعية، وكذلك بالنسبة لجراحة المناظير نقوم بإجراء العديد من العمليات بواسطة المناظير، مناظير الركبة مثلا مثل زراعة الغضاريف بما يسمى بالموزايك بلاستي، وكذلك زراعة الروابط الصليبية، كما نجري العديد من العمليات المفاصل الصناعية كمفاصل الركبة والحوض، بالإضافة إلى إجراء العديد من العمليات النادرة مثل جراحة الكتف والتي لا تقام في اليمن مطلقا. فهناك العديد من العمليات النادرة في قسم العظام تجرى على مستوى حديثة جدا على مستوى اليمن وعلى مستوى الوطن العربي كذلك. هناك 3 أنواع من الأنشطة التي يكون بها مركز جراحة العظام في المستشفى. أولا
جراحة العظام متكاملة بما فيها إصابات الطرق، بما فيها إصابات الطلق الناري، بما فيها كل الإصابات الموجودة على مستوى المريض نفسه، إضافة إلى إجراء المناظير. المناظير التشخيصية والمناظير العلاجية يقوم بها الدكتور عادل سيف على أكمل وجه، وهناك سجل كبير من الحالات التي نجحت في إجراء مثل هذه المناظير وشفيت شفاء تاما فيما يخص جراحات المناظير سواء كانت تشخيصية أو جراحية. أيضا كان هناك جهد جبار للدكتور عادل فيما يخص أيضا زراعة المفاصل وتبديل المفاصل نفسها، واستطعنا أن نقدم جهد جبار في مثل هذه الحالة، وحالة جميلة جدا خرج من المستشفى بنجاح تام فيما يخص زراعة مفاصل الركبة ومفاصل الإليا. ومواكبة للتطورات التي يشهدها الطب عموما، فقد تم افتتاح قسم الطب النووي ليكون له المردود الإيجابي في البلاد باعتباره سيحد من التكاليف الباهظة التي يدفعها المريض للعلاج في الخارج. كما يمتلك المستشفى أيضا واحد من أدق المختبرات الطبية في اليمن، كونه يمتلك أحدث الأجهزة وبكادر مختبري متخصص. واستشعارا من مستشفى آزال للعديد من التهديدات الصحية التي تهدد المجتمع اليمني، وانطلاقا من روح المسؤولية، قام المستشفى بتقديم العديد من المراكز الطبية المتخصصة والمجهزة بأحدث الأجهزة التقنية الحديثة والمتطورة، ويعمل فيها أطباء من ذوي الكفاءات العلمية والمهنية. مركز الأورام أو مركز مكافحة السرطان يأتي في مقدمة تلك المراكز. استمرارا لنجاحات مجلس الإدارة برئاسة الأخ الدكتور أحمد الطاهر الوجيه ومدير عام مستشفى الدكتور عبد الغني القاضي، كان هناك وضع تصور فيما يخص أمراض السرطان. نحن نعلم أن أمراض السرطان في الجمهورية اليمنية انتشرت بشكل غير متوقع، وهناك أنواع كثيرة من السرطانات في يتعاني منها مرضى الجمهورية اليمنية، فكان هناك تصور أنه لابد من إيجاد مركز لمعالجة أمراض السرطان. استطاع مركز السرطان بمستشفى آزال وخلال فترة وجيزة منذ تأسيسه أن يحقق نتائج باهرة ومشرفة تجعله يأتي بلا منازع في صدارة المراكز المتخصصة باليمن التي تقدم العلاج للمرضى المصابين بهذا الداء الخفيف، وهو بذلك يوفر خدمات مميزة للمريض وبأسعار مناسبة تغني المرضى عن السفر لتلقي العلاج خارج اليمن. قدمنا أكثر من حوالي إلى حتى الآن أكثر من حوالي 30,000 مريض على منذ تأسيس مركز معالجة السرطان، خفف كثيرا جدا من هذه الأمراض فيما يخص الأمراض السرطان. التوجه العام أنه لابد من تجهيز أجهزة عالية المستوى وحديثة لتخفيف معاناة أمراض السرطان في الجمهورية اليمنية، وكان هناك قرار بتوفير الجهاز المعالج الخطي لينير أكسيليريتور في المستشفى لعلاج أمراض السرطان. ميزة هذا الجهاز أولا أنه ثلاثي الأبعاد، يحدد الورم السرطاني من كل الاتجاهات. اثنين، أنه يتم إرسال الأشعة للمرض نفسه فقط دون الخروج من للأجزاء الحية أو للأشعة أو الأنسجة الحية في جسم الإنسان نفسه. مما يفاخر به مستشفى آزال مركز أمراض وجراحة القلب، فهو أيضا مجهز بأحدث التقنيات والمعدات الطبية الحديثة، ويواكب كل جديد في هذا المجال، ويعمل به كوكبة من كبار الخبراء والاستشاريين في جراحة وأمراض القلب في اليمن. ما
منهم من سبق له أن عمل بأشهر المستشفيات الأوروبية والعالمية. يعد مركز أمراض وجراحة القلب والأوعية الدموية في مستشفى آزال أحد أهم وأفضل مراكز القلب على المستوى المحلي، بحيث أنه يحتوي على جميع الأجهزة الطبية التي تفيد في تشخيص ومعالجة مرضى جراحة أمراض القلب والأوعية الدموية، وأيضا لديه كادر كفاءات من الاستشاريين والأخصائيين، ومزود بعيادات خارجية وغرف طوارئ وغرف عناية مركزة لاستقبال الحالات القلب الحرجة. أما الخدمات التي يقدمها مركز الأمراض وجراحة القلب والأوعية الدموية في مستشفى آزال، فتبدأ من الحالات استقبال حالات في العيادات الخارجية وحالات الطوارئ، مرورا بحالات التي تحتاج إلى الرغوث في العناية والإشراف عليها من قبل الكادر المؤهل والذي يتم تدريبهم والإشراف عليهم يوميا من قبل الاستشاريين، والمرور على الحالات. التدخلات والإجراءات التي يقوم بها المركز تبدأ من استقبال حالات القسطرة العلاجية الإسعافية لمرضى الذبحة الصدرية وعلى مدار الساعة. أيضا يقوم مركز باطنية القلب بإجراء جميع تركيب الدعامات الدوائية وتوسيع الصمامات للحمى الرثوية بواسطة القسطرة بدون الحاجة لإجراء عملية جراحية، وأيضا يقوم بتركيب منظمات القلب وصواعق القلب وبالذات المنظمات المؤقتة أو الدائمة. أما بالنسبة لجراحة القلب فيقوم بإجراء جميع عمليات القلب الجراحية من زراعة الشرايين التاجية وزراعة الصمامات استبدال الصمامات، وأيضا إصلاح التشوهات الولادية. يحتوي المركز على كما سبقنا قلنا أنه يحتوي على معدات حديثة وكادر مؤهل، ويتم الإشراف عليهم وتدريبهم من قبل الاستشاريين. ويسعى الآن مركز القلب لإنشاء مركز تدريبي للكادر من غير مستشفى مركز مستشفى آزال. ونظرا لأهمية الجراحة العامة للتدخل في شفاء كثير من الأوجاع ولما تتطلبه الحاجة الملحة للمريض، أولى مستشفى آزال الجراحة العامة عناية كبيرة من خلال ما يقدمه من عمليات جراحية دقيقة لحالات متعددة كجراحات اليد وجراحات الصدر وجراحات المناظير وجراحات السمنة وغيرها. فيما يخص أقسام الجراحة في المستشفى، فالمستشفى لديه أقسام الجراحة لجميع التخصصات، ونحن هنا سنتحدث عن الجراحة العامة. فالمستشفى يقوم بالجراحة العامة بكافة أنواع العمليات، وهناك عمليات نوعية يقوم بها المستشفى وهي جراحة الأورام وجراحة الصدر وكذلك جراحة المناظير، وهذه جراحات نادرة ونوعية في المستشفى تتم إلى جانب ما يقوم به المستشفى في حالة الطارئة. فالمستشفى رائد منذ زمن في حالة الطارئة وحالات الطرقات النارية والحوادث، فهو يستقبل المرضى بشكل سريع وتقدم له الخدمة في بعض الدقائق من وصوله إلى المستشفى. فيما يخص أمراض الجهاز الهضمي والكبد، الجسم مجهز بأحدث الأجهزة الدقيقة والحديثة في التشخيص والعلاج فيما يخص أمراض الجهاز الهضمي. فيما يخص أمراض المريء، الجسم مجهز بالمناظير العلوية، المنظار العلوي منظار دقيق وحديث يقوم بالتداخلات التالية: يقوم بحقن دوالي المريء، يقوم بعملية ربط دوالي المريء وإيقاف النزيف الدموي الحاد الذي قد يؤدي بدون الحاجة إلى تدخل جراحي كان في مزن في مواضيع أدي إلى وفاة المريض. يقوم أيضا كذلك بحقن وكوي الجرح الموجودة في الجهاز الهضمي سواء كانت في المريء أو في المعدة أو في الاثنى عشر بالكوي أيضا، وهذا يخفف كثيرا من نسبة العمليات الجراحية كما يخفف من أيضا من المضاعفات اللي كانت تحدث فيما مضى. فيما يخص المناظير السفلية منظار القولون، نقوم بتشخيص الأورام أيضا، أخذ العينات أيضا للتشخيص، أيضا نقوم أيضا بعملية التوسيع بواسطة البالون للأورام، نقوم أيضا بوضع دعامات معدنية سواء للمريء أو للقولون، نقوم كذلك أيضا باستئصال الزوائد الرحمية اللحمية دون العودة إلى أي تدخل جراحي أيضا، كذلك نقوم بعمليات وضع الدعامات
البلاستيكية أيضا، البلاستيكية المؤقتة التي ممكن تستخدم في عملية التوسيع. كذلك نقوم بعمليات أيضا وضع البالون، بالون الجهاز الهضمي في المعدة الذي يقوم بالتخسيس وإنزال وزن ما يقارب من 30 إلى 40 كيلو، وهذا من العمليات الجديدة والدقيقة يعني. كذلك نقوم بالمنظار القنوات الصفراوية، منظار القنوات الصفراوية حيث نقوم بعملية التوسيع للحلم أيضا وتوسيع القنوات الصفراوية في حالة ضيقها، ونقوم بوضع الدعامات البلاستيكية أو المعدنية في حالة الأورام السرطانية، وهذا يساعد على تنقيص الصفارة دون أي عملية ودون أي مضاعفات كثيرة. نقوم أيضا كذلك باستئصال أو استخراج الحصوات من القناة الصفراوية الجامعة دون الحاجة إلى العملية الكبيرة كالشق وفتح البطن. نقوم كذلك أيضا بأخذ العينة سواء من الأمعاء، من المعدة، من الاثنى عشر. نقوم كذلك أيضا بأخذ عينة تشخيصية من الكبد لتشخيص الأورام. نقوم كذلك أيضا بتشخيص وعلاج فيروسات الكبد سواء كان فيروس الكبد الوبائي نوع البي أو نوع السي. كذلك نستخدم أحدث التقنيات في التشخيص كفحص البي سي آر. البي سي آر هذه من الفحوصات الدقيقة والحديثة في تشخيص الفيروسات سواء كان الفيروس الوبائي البي أو نوع السي. كذلك نقوم أيضا بعملية تشخيص الإسهالات المزمنة زي أمراض الكرونز، مرضى الكرونز، ألسراتيف كولايتس، السيلياك اللي هم نقص أو سوء الامتصاص أو حساسية القمح. نقوم كذلك بتشخيص وعلاج أيضا أمراض المناعية التي تصيب الكبد كالتهاب المناعي رقم 1 أو التهاب المناعي رقم 2 أو 3 كذلك، أو التهاب المناعي الذي يصيب القنيات الصفراء سواء كانت الدقيقة أو الرفيعة. نقوم أيضا بعمليات التشخيص وعلاج مرضى الكبد الدهني أيضا مرضى المصابين بالهارسيا. هذا كلها يضمها قسم أمراض الجهاز الهضمي والكبد والمناظر. قسم المخ والأعصاب هو الآخر، واحد من الأقسام الهامة والتي أولته إدارة المستشفى اهتماما خاصا نظرا لتزايد الحالات المرضية أو إصابات الحوادث في هذا المجال. طبعا بالنسبة لقسم المخ والأعصاب عندنا هنا القسم بشكل عام هو قسم يعني يعتبر ساخن حالته إلى حد كبير يعني. معدل حالتنا بالنسبة للرقود تقريبا هو في أغلب الأحيان بيكون كبير مقارنة بالأجسام الأخرى. العناية المركزة في الأغلب أكثر حالتها تكون مخ وأعصاب يعني أغلب الأيام، ما عدا طبعا بيمر أوقات تكون فيه تقل الحالات إلى 5-6-7 حالات يعني في العناية، لكن قد تصل أحيانا إلى 12 حالة في العناية المركزة مخ وأعصاب، وأحيانا أكثر، وحين تبقى العناية بالكامل مخاصة. عملياتنا طبعا تتراوح حسب، لكن في الأغلب ما بنقل عن 20 حالة في الشهر والحمد لله يعني، وبنوصل أحيانا إلى 32 حالة. تتراوح الحالة ما بين الرصاص يعني سواء في العمود الفقري أو في الدماغ، إصابة الطلق الناري، إصابات الحوادث السيارات طبعا بشكل واضح وكبير، النزوفة الدماغية بمختلف أنواعها، إلى جانب أيضا الحالة الباردة اللي هي الانزلاقات الغضروفية أو رام الدماغ. لدينا مثلا من طبعا حالة العيادة كتكملة، حالة العيادة الحمد لله عيادتنا بتصل إلى أحيانا إلى 30 حالة في اليوم الواحد. متوسط حالاتي في الشهر كامل يعني ما بين 300 إلى 400 إلى 450 حالة في الشهر. ليست هذه هي كل الخدمات الصحية والطبية فقط التي يقدمها مستشفى آزالة، وإنما قدمناها كونها من الخدمات التي ألحقت بالمستشفى مؤخرا وتحديدا منذ انتقل من المبنى السابق إلى مبناه الحالي، والذي راعت إدارة المستشفى على بنائه وفق تصميم هندسي مناسب وتخطيط مدروس يليق به كمعلم من أهم المعالم الطبية في اليمن. ومما يميز مستشفى آزاد اهتمامه بأمراض السكري، حيث يوجد قسم خاص بمرضى السكري والغدد الصماء. وبحمد الله فقد تم إجراء العديد من عمليات القدم السكرية، وكان أثرها ممتاز على المرضى من خلال استقرار صحتهم وتحسنها.
طبعا عيادتنا تعتبر هي أول عيادة في الجمهورية اليمنية بشهادة من وزارة الصحة على أنها أول عيادة في اليمن تقدم رعاية طبية لمرضى القدم السكري. الحمد لله إلى يومنا هذا تقريبا أكثر من 300 حالة كانت في بتر والآن الحمد لله طيبين. طبعا العيادة مجهزة بكل الإحداثيات بالنسبة لمعالجة القدم السكري، من تقييم من الأوعية الدموية من الناحية العصبية، أيضا نعتمد في معالجتنا مع أخصائي رعاية أخصائي الغدد والسكري وأخصائي الشرايين اللي موجودين معنا بنفس القسم، وأيضا أخصائي القلب وأخصائي الكلى. هذه الأشياء اللي نعتمد عليها في معالجة القدم السكري. بالنسبة في أمور يقال إنه أي واحد عنده مريض عنده جرح ولا شيء ما يتعالج، لا بالعكس يتعالج. بالنسبة لمنظمات الصحة العالمية بالنسبة ما تخص القدم السكري، كان في عام 2000 وفي الثمانينيات نقول كان نسبة الحد من البتر تقريبا 1-2%. الآن في عام 2018 تقريبا وصلنا الحد من البتر إلى 60%. وفي المستشفى يستقبل قسم الأمراض الجلدية الكثير من الحالات المرضية لمن يعانون الطفح الجلدي والتقرحات الجلدية، إضافة إلى استقبال المرضى ممن يعانون من البهاق والبرص. ضمن سياسة المستشفى في تحديث خدمات المستشفى الطبية بما فيها أمراض الجهاز الجلد أو أمراض الجلدية، كان المستشفى عنده رؤية أن يكون هناك مركز متخصص في علاج الأمراض الجلدية والتناسلية، أيضا إعطاء المستشفى نوع من الكوادر المتخصصة وليكون الكادر كله نسائي على أساس أنه يخدم كل الشريحة الكاملة من نصف المجتمع وهي المرأة نفسها. قام المستشفى بتوفير أحدث الأجهزة بما فيها أجهزة الليزر لاستخدامها في معالجة مرضى العلاج أثار الحروق، إزالة الشعر، التصبغات الجلدية، تجديد البشرة بالليزر وعلاج تساقط الشعر. أيضا كان هناك تصور أيضا في الأمراض الجلدية لابد أن يكون هناك أيضا أطباء على مستوى عالي من التشخيص والدقة في استخدام العلاج ومتابعة الحالات، ولذلك كان هناك نسب عالية من حب الشباب من أمراض حب الشباب والصدفية والحزاز المسطح والأمراض البكتيرية والفيروسية والبهاق والبرص. كل هذه كانت هناك بفريق طبي متكامل من الأطباء الأخصائيين في أمراض الجهاز الجلدي والتناسلي في المستشفى. كما يوجد قسم خاص لوحدة الغسيل الكلوي مجهزة بأحدث الأجهزة الطبية والتقنية، والوحدة تستقبل حالات عديدة بشكل يومي، وفيها يجد المريض جوا صحيا يشعره بالإطمئنان والراحة النفسية. مركز الكلى والمسالك في مستشفى آزال يتكون من مركز متكامل للغسيل الكلوي، أيضا قسم لعلاج جميع أمراض الكلى والمسالك البولية. يحتوي المركز على أجهزة متطورة تواكب التطور العلمي في هذا المجال، حيث الآن أغلب عمليات التي تجرى في المستشفى تعمل عن طريق المناظير. يحتوي على مركز متخصص للغسيل الكلوي حيث يعمل على مدار 24 ساعة. أيضا مركز المسالك البولية يقوم بجميع عمليات استخراج الحصوات سواء من الكلى أو من الحالب أو من المثانة، يقوم بإجراء عمليات استئصال أورام الكلى وأورام المثانة وأورام البروستات، يقوم أيضا بعلاج أمراض والحالات تشوهات الموجودة لدى الأطفال إما الخصية الهاجرة أو المعلقة أو التشوهات في مجرى البول، غالبا نقوم بعمليات تجميلية لها. يقوم مركز الكلى والمسالك البولية بإجراء جميع أنواع العمليات الجراحية سواء عن طريق الشق الجراحي أو عن طريق المناظير، ونتيجة التطورات الحديثة تم إدخال جميع أنواع
المناظير إلى المستشفى، حيث الآن تقريبا 90% من العمليات تجرى عن طريق المناظير، بحيث تكون سهلة ومدة إقامة المريض داخل المستشفى بسيطة. وأولى مستشفى أزال عناية خاصة بأمراض النساء والولادة، فبالإضافة إلى العيادات المتخصصة بالأمراض النسائية، جهز المستشفى قسم الولادة، حيث يقوم القسم بإجراء عمليات الولادة وفق معايير عالية وبكل يسر وسهولة. بالإضافة إلى ذلك، تم تخصيص قسم خاص للاهتمام بحديثي الولادة وأطفال الخدج والعناية بهم. أيضا كان هناك توجه عام في المستشفى أن احنا نكون هناك في مركز متخصص لأمراض وجراحة النساء والتوليد. في مثل هذه كانت هناك دراسة جدوى للموضوع نفسه، على أساس أن يكون كيف نقدم الخدمة المتكاملة لطبيبة لمريضة النساء والولادة، بحيث أن يكون هناك أولا ولادة آمنة، طفل آمن، وفي الأخير مخرجات العلاج بالنسبة للمستشفى تكون جيدة ويرضى عنها متلقي الخدمة وهو المريض نفسه. فكان هناك أولا توظيف طاقم نسائي متخصص فيما يخص العلاج المرضى نفسهم، من سواء من الأخصائي نفسهم، سواء من قابلها، سواء من التمريض نفسه. أيضا رفت أيضا المركز التخصصي لأمراض جراحة النساء والولادة بأجهزة دقيقة التخصص مثل التلفزيون، ومثل أيضا اللي هو يسمى الموجات الصوتية، ومثل أيضا اللي هو القياس حيوية الجنين داخل بطن الأم أثناء الحمل نفسه، وكانت هناك نتائج جيدة في متابعة الحمل بالنسبة لضوء، واستطعنا أن نشخص حالات كثيرة جدا بتشوهات الخير اللي كانت تصيب الجنين أثناء الحمل قبل أن يولد الطفل. كان هناك أيضا من ضمن مهام مركز جراحة النساء والولادة إجراء معظم العمليات الجراحية فيما يخص جراحة النساء والولادة عن طريق المنظار، منها أولا العملية القيصرية نفسها، استئصال المبايض، استئصال الرحم نفسه، العمليات التجميل للجهاز التناسلي فيما يخص المرأة نفسها، ومتابعة العقم عند النساء. ومن الخدمات التي يقدمها مستشفى أزال ويعتني بها إنشاءه وحدة خاصة بالعلاج الطبيعي، والقسم على حداثته يشهد إقبالا ملحوظا من قبل المرضى، وذلك لما التمسوا فيه من اهتمام بهم وبصحتهم من قبل القائمين عليه. I work in a physiotherapy department, and we deal with patients with problems with the nerves, post-amalia, and then post-RTA, deals with the nerves problem. And we have also cases like CVA fractures. And then in my YADA, we offer this nerve stimulator. Okay, and then we have also this infrared ultrasound. We offer also Ventusa, and with Dr. Osama, we rendered also good Ibarsini. And after the therapy, we also rendered exercise, like walking, some stretching. We recommend also swimming. We offer also some massage. For example, the patient have back pain, we offer good massage, little stretching. Also, we are teaching some technique of good posture.
جميع عيادات المستشفى مزودة بأحدث الأجهزة والمعدات المستخدمة عالميا، والمستشفى يواكب كل جديد في هذا المجال ويستضيف نخبة من أفضل الكوادر الموجودة على مستوى اليمن والوطن العربي. فيما يخص جراحات الأنف والأذن والحنجرة، كان هناك اجتماع في بداية تأسيس المستشفى مع الأخ الدكتور محمد مصلح، الأستاذ الدكتور محمد مصلح استشاري جراحة الأنف والأذن والحنجرة، لتقديم تصور كامل عن كيفية أداء وتجهيز مثل هذه المراكز فيما يخص جراحات الأنف والأذن والحنجرة. كتب التصور، تم بداية تأسيس مركز جراحة الأنف والأذن والحنجرة، والحمد لله أنه معظم الآن الجراحات أولا تم تزويد المركز بمعظم الأجهزة التي يحتاجها المركز نفسه بما فيها المناظير وجراحة المناظير الدقيقة والميكروسكوب، وبالتالي استطاع المستشفى أن ينافس معظم المراكز في جراحة الأنف والأذن والحنجرة الدقيقة والجراحات التقليدية نفسها. المستشفى يقوم بعمليات الجيوب الأنفية بالمنظار، عمليات الأذن بالميكروسكوب للأذن الوسطى وعظمة الأذن نفسه، مناظير الحنجرة التشخيصية والعلاجية نفسها أيضا، فتح القنوات الدمعية بالمنظار، فتح الانسداد الخلقي للأنف عند الولادة للأطفال، وكانت هناك نتائج رائعة فيما يخص مركز جراحة الأنف والأذن والحنجرة. في الأخير لا يسعنا إلا أن نقدر الدكتور محمد الصوف والدكتور رضا على جهودهم في إبراز مركز جراحة الأنف والحنجرة والأنف والأذن والحنجرة إلى المستوى المطلوب والتنافس عليه على تقديم الخدمة بما يوزي خدماتنا في دول الجوار. وبحمد الله استطاعت جميع المراكز والعيادات أن تحقق نجاحات كثيرة ونالت رضا الناس وعززت الثقة لديهم بما يقدمه المستشفى لمرضاه. لدينا في مستشفى آزال قسم خاص بالأطفال والذي يستقبل حالات الرقود بشكل عام لحالات الباطنية أطفال، وكذلك يوجد لدينا حاضنات لاستقبال الأطفال الخدج والناقصي الوزن والذين يحتاجون إلى حاضنة في الشهر الأول، وكذلك يوجد لدينا جهاز تنفس صناعي لاستقبال حالات الأطفال التي تحتاج إلى عناية مشددة، وفي هذا الحالات يقوم وضع الطفل في جهاز التنفس الصناعي وعلاجه كحالة عناية مركزة، ويجرى لدينا في المستشفى نقل دم تبادلي مع أشعة لتخفيض صفار الدم في قسم الأطفال، وفي قسم الأطفال نستقبل جميع الحالات الباطنية، أما الحالات الجراحية نحولها للجراحة.
تقدم عيادتنا قسم الأسنان خدمات صحية متكاملة. عيادتنا مزودة بأفضل الأجهزة والمواد الطبية الحديثة والكادر الطبي والتمريض المتخصص التي تقدم الرعاية الكاملة بكل ما يتعلق بمشاكل الفم والأسنان، مدعومة بأحدث التقنيات الجديدة مثل الحشوات الليزرية الحديثة، عدسات الأسنان، التراكيب بأنواعها، خزف، زيركون، معالجة شاملة للمشاكل الفموية للأطفال، التقويم، زراعة الأسنان وخلافه من مشاكل الأسنان التي تهم المريض. Зовут доктор Алишер, я из Самарканда. Я работаю в госпитале Азаре с 2010 года общим хирургом и эндоскопическим хирургом. Работая в Азаре, я увидел в больнице все удобства и возможности для предоставления народа. Несмотря на тяжелое время, больница работает на полную мощь и предоставляется народу все услуги свои. Дай Бог процветания этой больницы, дай Бог мира этому народу. نحن هنا بمستشفى آزال النموذجي نعتز ونفتخر به ككيان طبي يقارن الكيانات الأخرى بالدول المجاورة. كمستشفى آزال يعتمد على بروتوكولات طبية، يعتمد على آخر ما توصل إليه الطب. بالمستشفى آزال لدينا إمكانيات هائلة، لدينا الفاسيليتي أو الأدوات الخاصة لاستقبال جميع أنواع الحالات الباطنية والجراحية والأطفال والنساء والولادة والحالات الحرجة والحالات القلبية. يتميز مستشفى آزال النموذجي كصرح طبي شامخ يسابق الزمن، ويتميز بإجراء العمليات النوعية التخصصية كعمليات القلب المفتوح وكزراعة الكلى وما إلى ذلك. ونحن في العناية المركزة لدينا قسم خاص باستقبال جميع أنواع الحالات الحرجة وتقديم جميع أنواع الرعاية الحثيثة لكل الحالات التي تردنا من كل الوطن، من كل أرجاء اليمن. ويعتبرون، وهذا ما نفتخر به، يعتبرون بأن مستشفى آزال يعتبر مرجعية طبية لكل الحالات الحرجة أو التي تحتاج إلى سفر إلى الخارج، فيختصرون الوقت والزمن ويأتون بها إلى مستشفى آزال. والحمد لله بوجود كادر طبي متعلم ومتميز ومتقن ومعتمد على آخر البحوثات الطبية، ونحمد الله أن النتائج جيدة. نضيف أن العناية المركزة بمستشفى آزال لديها إمكانيات هائلة، لديها الأدوات اللازمة لاستقبال أي حالات حرجة. نحن نستقبل كل الحالات خصوصا في العناية المركزة من أطفال ومن حالات حرجة للنساء والولادة وحالات الحوادث والحروب وما إلى ذلك. مستشفى آزال يعتبر صرح طبي شامخ ولديه كوادر مؤهلة وخاصة التمريض، متدرب وكادر متميز وتعليم مستمر يعني شهريا، وكادر يعمل ليل نهار ويستقبل مستشفى آزال كل الحالات الحرجة والغير حرجة. يعتبر مستشفى متميز بكادره الطبي بالنسبة للأطباء، بكادره الطبي بالنسبة للتمريض، بأجهزته الطبية، باستقباله جميع الحالات الحرجة.
يوجد في المستشفى 9 سريريات تقدر ب 110 أسرة، كذلك يوجد 30 عيادة تخصصية، 8 أسرة مراقبة وملاحظة في قسم الطوارئ، 5 غرف عمليات مجهزة بالكامل، 3 غرف صالات ولادة، وحدة علاج كيماوي، وحدة علاج طبيعي وإعادة تأهيل. كما يوجد بالمستشفى أجنحة ملكية ورئاسية قيد التنفيذ. من خصائص المستشفى الامتثال لمعايير المستشفيات الصديقة للطبيعة، حيث يوجد به نظام معالجة المياه المستعملة والنظيفة، أيضا العناية المركزة المتكاملة، ونظام المعلومات السريرية، نظام المبنى الذكي، ونظام خاص بتكييف الهواء، أيضا يوجد به نظام الأمن والحريق، يوجد به النظام المركزي للإنذار بالحرائق، نظام الرش والإطفاء، نظام الدائرة التلفزيونية المغلقة، الامتثال لمعايير المستشفيات العالمية من حيث العناية بالمرضى، أيضا الامتثال لمعايير المستشفيات العالمية لعناية الأم والطفل. كما يوجد بالمستشفى قاعة اجتماعات تسعة 150 شخص تقريبا، وأيضا يوجد به خدمات للوجبات الصحية للغرف، وأيضا وجبات خاصة. وهناك أجنحة وغرف عامة لإقامة المرضى، وهي مهيئة بعناية تامة ومجهزة بكافة ما يضمن للمريض الراحة الكاملة من خلال الخدمات التي يتلقاها أثناء إقامته بالمستشفى. خدمة العملاء وجودة الخدمة المقدمة للعميل توليها إدارة المستشفى كذلك اهتماما كبيرا، كون رضا العميل هدف رئيسي للمستشفى. أولاً فيما يخص مستوى الجودة في مستشفانا الكريم، فإننا نحاول جاهدين قدر المستطاع إلى أن نصل إلى الجودة العالمية. فيما يخص خدمة العملاء، فإنه قد تم تدريب كادر كيفية التعامل مع المريض، كيفية استقباله، كيفية يعني إيصاله إلى المكان المراد. المستشفى حريص على تنفيذ برنامج الجودة في تقديم خدماته الصحية على أفضل مستوى، وعلى هذا المفهوم فإن المستشفى يبحث عن كل جديد من التجهيزات والآلات والمراكز الذي يحتويه، كما يسعى إلى ضم أفضل الكوادر الطبية المتخصصة وتوفير أجهزة حديثة متطورة وصولا إلى رضا المريض وخدمته على أرقى مستوى. يراعي مستشفى آزال الكثير من الحالات الإنسانية، ويقدم خدمات مجتمعية كبيرة عبر العديد من المنظمات الخيرية والإنسانية. نقدم بالشكر الجزيل لإدارة وموظفي ودكاترة وأطباء مستشفى آزال التخصصي للخدمات التي يقدموها لمرضى الثلاسيميا والدم الوراثي، وأخص بالذكر الدكتور أحمد مطهر الوجيه رئيس مجلس الإدارة، والدكتور عبد الغني القاضي المدير العام، والدكتور محمد الشهاري نائب المدير العام، والدكتور محمد السراقي المدير الإداري. كما أقدم الشكر للأستاذ فهد عبد العزيز سيف مدير عام الشركات في مستشفى آزال، لهم منا كل الشكر والتقدير على الخدمات المتميزة التي يقدموها المرضى من خلال الخدمات الإيكو لمرضى الثلاسيميا. إذن
الأشعة السينية، أيضا جهاز البطن لمختلف التخصصات الذي حصلت المرارة، الكلى، الأجهزة الأخرى. هذه الخدمات من خلال الفترة الماضية خلال السنوات الماضية، وهم مستمرين معنا وجزاهم الله خير. كلمة شكر ممزوجة بالعرفان والامتنان لكم جميعا ولجهودكم المبذولة معنا ومساعدتكم لنا في الأعمال الخيرية. نبعث الشكر والتقدير لمستشفى آزال التي بذلت معنا الكثير والكثير وساهمت معنا في إنجاز الكثير والكثير. نبعث الشكر والتقدير للأخوة المدراء الكرام عبد الغني القاضي وأحمد الوجيه. أولا موضوع أن الحالة فيه بتكون متنوعة ما بين الغني والفقير، يعني اغلب المستشفيات قد تجد ان المستشفيات ما بيقدر المريض اللي ما معه يعني اللي ظروفه الماديه اقل من مستوى معين انه يدخلها ابدا. مستشفينا يعتبر المستشفى الغني والفقير، يعني بحيث انه هو التسعيره بيكون فيها مرونه عاليه جدا، ممكن ننزل الى حدود ان احنا نشتغل مثلا تثبيت 6 مسامير في العمود الفقري احيانا ب 100,000 ريال، وهذه لا يمكن تحصلها في اي مكان ولا يمكن ان يوافق عليها حتى. يعني هنا في مرونه شديده في موضوع الناس الفور او كذا. حالات كثيرة طبعاً الناس المعدمين جداً بنتواصل بالرؤساء مجلس الإدارة وبيتم خصم الإدارة، تنازلت أنت عن نسبتك كجراح بيتم خصم المبلغ بالكامل، الرقود مع كل شيء بيعتمد مجان. وحصلت معي أكثر مني كنا أقول 30 حالة. طبعاً أنا أقول دائماً أن مستشفى آزال هو مستشفى الثورة بالنسبة للخاص، واضح الفكرة؟ يعني هو هذا يعتبر مثل مستشفى الثورة حق الخاص. يعني النوعية الحالات اللي تراها في آزال لا ترى إلا في الثورة. لا تصدق، يعني إحنا اشتغلنا في أكثر المستشفيات، كثير من المستشفيات بيعملوا اختيار للحالات، بمعنى يوصل لك مريض للطوارئ والله إذا كان حالة منها فلوس منها ما بشوية على رأس كذا دخلها، حالة فيها يعني ما كذا يعني ما زي ما تقول يعني مدمج موضوع مشكلة كلى على مشكلة الكبد على نزيف الدماغ على صمامات القلب على حولها قول ما في سرير. أنا ما بيردوا أي حالة، كل شيء بندخله بدون اختيار، حتى اغلب الاحيان يبلغونا واذا مرض في العنايه المركزه يتركدوا. انجازات مستشفى آزال المتميزه التي حققها خلال السنوات الماضيه تبعث على الدهشه والاعجاب، وهو لن يقف عند ذلك بل يتطلع مستقبلا للمزيد من الاضافات والمواكبه والتطوير ليكون أكثر تميزاً وليظهر كما أراد لنفسه مستشفىً فريداً ورائداً يلقى مرضاه خدمات طبية متكاملة.